الانشغال في الصلاة اقطع مدى الانشغال. الانشغال اما يكون لسبب خارج او لسبب باطن. سبب خارج زي ايه؟ مسجد مزخرف. فانت طول ما انت قاعد طول مسجد زخرفه جبار. يعني احد زمايلنا ذهب الى سوريا ودخل المسجد الاموي في دمشق. المسجد الاموي دي عباره عن تحفه معماريه في السجاجيد والحيطان والسقف، حاجه جباره. بيقول طول ما انا قاعد اعمل كده اهو، حاجه مدهشه. بيقول لا الازهر ولا مسجد عمرو بن العاص ولا اي مسجد في مصر. يبقى سبب الانشغال في ايه؟ سبب خارجي. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اهديت له ام بجانيه منقوش عليها، صلى الله عليه وسلم ده نوع من الثياب مزخرف منقوش كده، صلى عليه. فلما كان في بعض الصلاه نزعه صلى الله عليه وسلم والقى به، ثم قال: ان كانت هذه الام بجانيه لتشغلني عن صلاتي، ادفعوها لفلان، اظن لابي جهل، ادفعوها لفلان. ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانها شغلته عن صلاه، ودي النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى يمكن للقلب ان ينشغل عن الصلاه لسبب ايه؟ من الخارج. طيب ممكن يكون الانشغال لسبب من الداخل. لسبب من الداخل زي ايه مثلا؟ الانشغال بقضاء الحاجه، الانشغال بالطعام، الانشغال بالسفر. وذلك كان من هديه عليه الصلاه والسلام انه عند السفر كان يقصر في صلاته. يعني ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمعوذات في صف الفجر، وثبت انه صلى بالزلزله في الركعتين، يعني كرر الزلزله في الركعتين، وكان ذلك في سفر. الله، يبقى الانسان في السفر يخفف في صلاته. ليه؟ حتى لا ينشغل. طب الانسان اذا كان يدافع الاخبثين، البول او الغائط، ايضا ما يدافعش الاخبثين، يذهب يقضي حاجاته حتى لو فاتته الجماعة، فإنه يأخذ ثواب الجماعة. طيب هو جعان جدا والأكل اتحط، لو الأكل اتحط الأكل مقدم على ماذا؟ على الصلاة. ده كله حتى لا تنشغل عن صلاتك. أحيانا يكون من الداخل بسبب وسوسة، يبقى ده علاج الإيه؟ الاستعاذة، تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده سبب داخلي، ده سبب داخلي. أحيانا قد يكون الانشغال أمر يهجم عليك. في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفكر في الجيوش وفي صلاته. يعني هذا الأثر في إسناد كلام، يعني بسبب انشغاله في الصلاة كان بيفكر الجيش بتاع الشام ده عمل إيه؟ وتوجه ده إزاي؟ وده عمل إزاي؟ فهذا كله من الانشغالات التي قد تصيب الإنسان. فعليك أن تقطع مادة الانشغال ظاهرا وباطنا حتى تسلم لك صلاتك.